من جديد مثلا مواصلين معكم. مرسوم او امر رئاسي او قانون خلينا نقول صدر بالرائد الجمهورية التونسية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يقضي بإجبارية التلقيح وإجبارية الاستظهار بجواز تلقيح لكل اعوان الدولة وايضا حتى في القطاعات الخاصة، وممكن زاد انه باش تكون ثم عقوبات لمن لا يلقح في تونس، و توصل حتى يعني انه ما يبشرش العمل نتاعو. هذا اللي نص عليه القانون. باش نحكيو على جواز التلقيح. شنو هو جواز التلقيح؟ كيفاش المواطن التونسي ينجم يكون عنده جواز تلقيح باش ينجم يمارس حياته بصفه عاديه ويرجع يندمج في المجتمع، يخدم ويدخل فضاءاته وغيره؟ معنا مباشره دكتور رياض دخفوس، عضو اللجنه الوطنيه للتلقيح. اهلا وسهلا دكتور. السلام ومرحبا بكل المستمعين. مرحبا مرحبا دكتور. دونك التلقيح اجباري اليوم في تونس حسب قانون صدر في لا الرائد لا الرسمي للجمهوريه التونسيه، هذا هو؟ لا لا مش اجباري. كيفاش؟ لا تو مثلا انت متعدي في الشارع ما يجي حد يقول لك وريني الباس فاكسينال، معناها مش اجباري. بقى فما بعض الاماكن اللي معناها فيهم عباد معناها يجم يصير فيهم انتظار، ناس تمشي وتجي، ناس تخدم، وذوك معناها فما يجم الريسك نتاع العدوى كبير برشا يبدا. ودونك يفو بروتيجي لي جون، خاطر توك شوف احنا شنو كي تجي تثبت فيهم الاماكن هذوما باش تلقاهم وقت الكوفيد، وقت البيك نتاع الكوفيد سكروا هذوكم راهو. راهو كل كانوا مسكرين. انا نقول لك انا جو بريفير خويا نمنعك انت باش تجي. ما هذا هو دكتور، راهو يحيلنا الى اجباريه التلقيح. اذا انت المواطن ما نجمش يمشي يخدم، ما نجمش يدخل الحريه. لا حريه التلقيح مش باش تنحى، بقى زاد حريتك تقف مع حريه الاخرين. مش نعطيك الحريه باش تضر غيرك، وخاصه هي فيها هذه صحه العبيد. انت نعطيك حريه تتزرق ولا ما زاد ما تمسش بحريه العباد، زاد ما تمنحهمش، خاطر انت كي مش تدخل نهار كامل برشا عباد يدخلوا البلايص ما همش ملقحين، يجموا يعديوا ناس اخرين وتصير معناها مشاكل يجموا يصيروا عنا هذايا. ما خاطر راهو اللي ملقح يجم يتعدى جي معناها الفيروس، هي تحميه الفاكسان يحمي ضد الفيروس ويحمي ضد الحالات الصعيبه، معناها حتى اللي ما تجيش حاله صعيبه كي يتعدى يجم يجي الفيروس ويعدي غيره، يجم يعدي بو يعني يجم يكون حامل الفيروس ويعدي ناس مش ملقح مثلا. دونك احنا يا خويا نقولوا اش لازم لهذا الكل؟ انا هاني جبت لك التلقيح وبكري عندهم الحق العباد يقول لك ما نعملوش هذا. اليوم التلقيح موجود وعملنا، قلنا حتى تجي تنجم تختار تلقيح اي ولا حتى اختياري يعني في المراكز تنجم تختار نوعيه تلقيح تحب عليه. الكل تحلت بين الكل تحلت في كل وقت، تنجم تلقح تنجم تختار تلقيح نتاعك ما اكثرش. احنا هذا الكل راهو باش يحمي العباد، ماناش عاملينه معناها حاجه تعسوا فيه. دكتور القانون هذا معناته يخلي أي. دكتور هذا القانون هذا دكتور ممكن خاطر شافت اللجنه الوطنيه للتلقيح واللجنه العالميه في تونس شافوا انه ثم حتى ولو احنا وصلنا الرقم معين عدد به محترم خلينا نقولوا من التوانسه الملقحين، لكن مازلنا بعاد. دونك مشاو في الخيار هذايا باش نجموا نشوفوا اكثر عدد ممكن من التوانسه الملقحين، خاصه اللي اعمارهم فوق 40 سنه، ونعرفوا بالارقام اللي ثم نوعا ما من العزوف في الفئه العمريه هذه. اي احنا راهو اليوم نجم نقولوا قدمنا مليح مليح كسوسوا في التلقيح في المناعه الجماعيه ماناش بعاد، معناها نجم نقولوا وصلنا براتيكمون للهدف نتاعنا. تبقى هيك تشوف انت نهارين هذا مش ظهرت سلاله جديده طبعا مش يصير اليوم لاباس تو ماهيش قاعده تخرج، مش ماناش خايفين منها ما نعسوا عليها. فهمت؟ اي غدوه ما نعرفوش شنو اللي مش يصير، والحمد لله ديما خاطر هي كي تجي سلاله جديده هي مش تصير ميوتاسيون نتاع الموجوده ديجا دلتا. دونك ديما يقعد التلقيح اللي انت عملته قبل يقعد عنده معناه مفعول فعاليه. هذه اكثر حاجه اللي تنجم تمنعنا كان تجي سلالات جدد، قد ما تبدا عباد ملقحين قد ما نكونوا معناها بروتيجي. فهمت؟ دونك التلقيح مش معناها يحمي العباد ويحمي المجتمع. دونك احنا هذا الناس لازم تفهم هذا، ماهوش ما نحبش نحكيو على الاجراءات اللي ما يلقحش ولا ما يتبعش وكل مش يصير له، هذاك يجي من بعد. هذاك معناتها دور الرقابي هذاك من بعد. هذاك الرقابي احنا نحب احنا اللي بيه الفائده، نحب العباد تفهم وتكون مقتنعه. اليوم انت كي تشوف 95% من المرضى الكوفيد اليوم في تونس 95% ماهوش ملقحين، افهم شنو هي قيمه التلقيح. شوف انت سلاله جديده تو في انجلترا وفي البلايص الكل، شكون هما اللي قاعدين يضروا؟ اللي مش ملقحين.
فهمت؟ معناها شوف قيمة التلقيح شنية مهم. هذا يجب يفهموه، هذا العباد اللي نحبوا يفهموه، البقية سعنا فيه، البقية جية ذكا ستون كونسيكون. يعني ما يلزمش المواطن يتعامل كأنه إجراء عقابي خطر هو ملقاحش، يعني باش نمنع كان معناتها ما تمشيش للستاد، ما تمشيش للمسرح، بالعكس هو نجم نتعامله معاك، خلينا نقوله احنا يعني ترغيب، ترغيب في التلقيح ودعوة للتلقيح تكون أكثر الأمور إيجابية يعني. بالضبط، واحنا مش هذا الكل باش يعمي معمول لشكون، باش يحمي للعباد، هو ايش معمول باش معناها باش نضروا هذاك، هو باش يحمي الناس ومش يحمي صحة العباد. الصحة ما كتعرف ما فهمش تدليك معناها انا بالدرو على رز معناها بعد اللي عملناه الكل وناس ضحات وناس خدمت وناس ماتت، ما تنساش راه عندنا 25 اكثر من 25 الف وفاة تو في تونس، اي مش شويه نورم دونك هذا الكل باش نقعدوا نتفرجوا مش معقول. فهمت به اليوم اللي لقح واللي استكمل التلقيح نتاعو ايفاكس فضاء المواطن يخرج هذا التلقيح، الشهاده هذيك يهزها معاه فيها الكيو كود نتاعو ويتنقل بها، ووقتها معناتها ينجم يكون معيش حياته طبيعيا بعد طبعا نحكيه بعد صدور المرسوم الرئاسي القاضي بالإجبارية الاستظهار بجواز التلقيح، وجواز تلقيح فعال في تونس وخارج تونس أيضا. أي أي بالطبيعة احنا فما معناها صاروا اتفاقيات مع برشا بلدان وبيصور يلسورا ركوني بارتو دون المو معناها مستعرف بيه في العالم كله. فهمت هذيك حاجة الباهية اللي تدى في في الجواز التلقيح. بون لما حالة ثم ممكن ثم ناس تلقى شوية صعوبات الحقيقة، نعرفوا ثم دول معتها بالفرنسي ثم دول لي ثم احنا كل مشكلة يتحل، هو مازال شهرين اخرى راهو باش يصير تفعيل. دونك عنا الوقت، هو راهو قدموا برشا تو في المستوى العالمية، معناها الفريق اللي يخدم على باكس كل هو اللي قاعد يحضر قدمنا مليح مليح، معناها خدمة كبيرة صارت ومعناها بريس كل شيء حاضر، أنا ناقص حاجة صغار وكذا قدرت ربي فما حتى مشكل حتى في اللغة. به اليوم تونس نجم نقول وصلت الهدف نتاعها من عدد الملقحين، نحكيه على فوتنا 4 ملايين يظهر لي تلقيح اللي استكمل قدمنا مليح قدم أكثر من 4 ملايين. احنا تو كان نشوفوا نحسبوا العدد نتاع العباد اللي مرضوا بالكوفيد وعندهم المناعة من المرض، وتحسب العباد اللي عندهم المناعة من الفاكسان مانيش بعد على 80% معنا اللي هو الهدف اللي حابين نوصلوا له للآخر أكتوبر. فهمت دونك نسمو نوعا ما نجحنا في اللي عملناه، نجحنا مع هكا ثم اللجنة الوطنية للتلقيح واللجنة العلمية عموما يعني في تونس يتبعوا في المتحور الجديد، ثم إجراءات جديدة زادة. شنو زادة الحاجة اللي قلقتنا هي للعباد المسنين، حتى تو غدوة كان جينا موجة جديدة ولا جينا معناها يدخل فاريون جديد لتونس، يدخل فاريون جديد شكون اللي مشي يتضرر أكثر؟ مشي يتضرر الناس الكبار، هذوكم الكل نحبوهم احنا ملقحين، عليك تو الخدمة الكل اللي جاية مش نخدموا على تلقيح العباد اللي مازالت ما لقحتش في العمر 40 سنه فيما فوق. فهمت هيكم لازمنا نحميهم في اقرب وقت. واضح. وقتها نكونوا مرتاحين نوعا ما. واضح. تونس تعمل مع ثم برشا دول اليوم مش مستعرفه بتلقيح معينه، اللجنه الوطنيه التلقيح اعطت فرصه للمواطن انه معناتها ياخذ جرعه اخرى من تلقيح باش ينجم جرعه ولا حتى جرعتين. ينجم ياخذ حتى جرعتين اخرين. جرعتين احنا فما ناس. فما اللي يحب يخرج يعمل معناها فواياج وبرا يمشي يحوس، وفما عباد خدمتهم معناها فما ناس يمشي يخدم لك في الخليج ويخدم وما لقاش كيفاش يرجع للبلاد اللي يخدم فيها وعنده كونترا وكل على جال تلقيح. دونك حلينا البيبان هذوما والعباد هذوما كل اللي اعطيناهم الامكانيه باش يقيد ونعطيه التلقيح اللازم حسب البلاد اللي ماشي لها. واضح. يعطيك الصحه. شكرا. شكرا دكتور رياض دغفوس. يعطيك الصحه. شكرا على كل هذه التوضيحات. دكتور رياض دغفوس عضو اللجنة الوطنية للتلقيح. مازلنا مواصلين معكم موزيكا.